لاعب أدار ظهره للمنتخب المغربي لويس أوبيندا، لاعب فيتيس أراهيم الهولندي اختار اختيارا نهائيا ورسميا باللعب رفقة المنتخب البلجيكي ليدير ظهره للمغرب، رغم المحاولات التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل ضمه لصفوف أسود الأطلس. واختار صاحبه 22 سنة أن يحمل قميص المنتخب الشياطين بعدما وضعه المدرب مارتينز في لائحة 32 لاعبا الذين وجه لهم الدعوة لملاقاة منتخبات هولندا وبلاد الغال، لدع بذلك حد لمسلسل طويل من الانتظار، حيث كانت بعض الجماهير المغربية تنتظر قدومه لدعم الفريق الوطني.